استعدوا يا مصريين، في الأسابيع الجاية هتسمعوا عن خبر مهم جداً بخصوص أهم مشروع اتعمل في القاهرة من سنين واللي خلاص أوشك على الانتهاء وقرب موعد افتتاحه في الأسابيع اللي جاية. حكاية المشروع الجديد ده وإيه سر أهميته؟ إزاي هيساعد المصريين؟ كل ده وأكتر هتعرفوا معايا في التقرير ده من 5 بالعربي. الناس دي بتعمل عمدان الخرسانة دي كلها ليه؟ السؤال ده وجهه كتير من المواطنين في الشهور اللي فاتت بخصوص الهياكل الأسمنتية اللي انتشرت في شوارع القاهرة والجيزة. السؤال ده سببه إن العمدان دي مش مرتبطة بالكباري الجديدة اللي اتعملت وبتتعمل في البلد، ولا لي علاقة كمان بمحطات المترو الجديدة اللي بتتبني، وإنما تبع مشروع جديد عملاق اسمه المونوريل. المونوريل ده يعتبر شريان مروري للتنمية العمرانية والاقتصادية ولعدد كبير من القطاعات، وده لأنه وسيلة نقل جماعي عصرية وصديقة للبيئة والأول من نوعه في مصر، واللي بيمشي على كاميرا خرسانية معلقة وبيحقق زمن رحلة بتساوي رحلة بالعربية من غير ما تقف. بدأت مصر في السنين اللي فاتت في بناء المونوريل ده، واللي بيتكون فعليا من خطين مونوريل مش واحد بس. الأول موجود في شرق النيل وبيمتد من محطة الاستاد في مدينة نصرة لحد محطة مدينة العدالة في العاصمة الإدارية بطول 56.5 كيلومتر، بيشمل 22 محطة. أما مونوريل غرب النيل فبيمتد من منطقة ميدان لبنان لحد المنطقة الصناعية في 6 أكتوبر بطول 43 كيلومتر، إجمالي 13 محطة. أخيراً وبعد شهور من الشغل على المشروع واللي تكلف مبالغ كبيرة، بدأت بشاير أوتيل أخيراً، وده بعد ما أكد مصدر في وزارة النقل إن معدلة العمل في مشروع مونوريل شرق وغرب النيل مرتفع بشكل واضح، وبتسعى الوزارة لبدء التشغيل التجريبي الجزئي لمشروع شرق النيل الاستاد العاصمة الإدارية الجديدة، وده في شهر نوفمبر الجاي في محيط محطة المشير طنطاوي في التجمع الخامس، وده بالتزامن مع انعقاد مؤتمر النقل الذكي في مصر. وأضاف المصدر أنه تم بدء تنفيذ السياج الخرساني الخاص بورشة مونوريل شرق النيل مدينة نصر العاصمة الإدارية علشان تكون جاهزة للتركيب، بحيث تحوط المشروع على طول الخط، وهو السياج اللي عليه شعار المشروع عين حوراس، وهو نفس الشعار الموجود في مقدمة عربات المونوريل. ونوه المصدر كمان لاستمرار نقل باقي قطارات المونوريل واللي وصلت مصر ووصل عددها ل 160 عربية لمركز السيطرة والتحكم الخاصة بالمشروع وتجهيز لإجراء الاختبارات عليهم. أما فيما يتعلق بمونوريل غرب النيل 6 أكتوبر فبيتم حالياً تركيب الكاميرات والخاصة بمسار المشروع وده فوق كوبري ميدان جهينة، واستكمال الأعمال الإنشائية لمسار المشروع، ومن المتوقع بدء التشغيل التجريبي للمشروع في نص سنة 2024. وبعد ما يتم افتتاح المشروع قولي بقى أنت هتفكر تجرب المونوريل ولا المترو أنسب ليك؟ شاركني برأيك في التعليقات.